صديقي كان مسلما ثم اعتنق الإلحاد، يعني في مغلطة هنا بس مش مشكلة، ثم رجع إلى الإسلام وهو الآن يصلي ويصوم، هل عليه كفارة أو قضاء في وقت أن اعتنق الإلحاد؟ لا، ما خرجش من الإسلام يعني هو. لا خرج. ويبدو من كلام لو اعتنق الإلحاد أيوة ارتد هكذا ارتد. طبعا ما يعمل إيه بقى ملحد، ما هو في النقف والملحد ايه ده ارتد ردة واضحة. يعني بعض الناس لما تيجي تبحث وتتحدث في فرق بين البحث وين بقى ملحد، يعني ترخ الإلحاد ألحد بقى كافر خلاص ما بقاش مسلم لو مات على هذا الحال. وإذا تحدث يقول لك يا عم أنا ملحد مالكش دعوة بيه، هل أيوة ما خصنيش وتحدث ما تحدث حاله اسمه ايه ملحد لا يؤمن بالإسلام. خلينا أسألك سؤال تاني، ما هي مظاهر هذا الإلحاد لكي نقر أنه ملحد؟ أيوة أنكر معلومة من الدين بالضرورة، معلومة معلوما من الدين بالضرورة. صلاة ما فيش حاجة اسمها صلاة، زكاة ما فيش حاجة اسمها زكاة، محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش حاجة اسمها محمد، ما فيش نبي، ما فيش رسول، كل ده كلام كذب. أي حاجة من دول بقى مرتد بقى كافر، بس ملحد. طب ملحد أو مرتد؟ هل الملحد المرتد ده الملحد أو المرتد أي بقى تسميته اسمه فينا ارتد عن الإسلام حكمه إيه؟ مرتد. إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويصلي ولا يرث ولا يورث. خلاص؟ طيب أسلم تاني، فترة الفرائض والأعمال اللي فاتت إلحاده كفره يقضى؟ تقضى؟ لا، لا عليه زكاة فيها ولا صلاة ولا أي عمل، لأن الإسلام يجوب ما قبله، ونسأل الله أن يتقبل منه ذلك. طيب سو يعني تقيل قوي إنه لأنه الإلحاد ده جزء كبير من الشباب النهاردة في مجتمعاتنا النهاردة، فالبعض انه بيقرا له كلمتين يقول لك انا ملحد. تمام، في فرق. انا بس يعني السؤال واضح بصيغه واحده. نعم، فانا مش هدخل في تفاصيل. انت فاهم قصدي طبعا. انا فاهم. هدخل يعني في تفاصيل. اصل حضرتك كلام تقيل ومرعب، يعني الكلام مش سهل. انه اعتنق خرج من الاسلام خلاص. السؤال كده. نعم، انما في فرق بين واحد. ايوه، فبتكلم عن انا النهارده هناقش ظاهره الالحاد، هل هو الحاد كامل ولا تشكك ولا هروب من اداء التكاليف؟ ما يخص ده في قصة لما أدرس الظاهرة. إنما لما تقول لي واحد وألحد خلاص الإجابة على إن ده ملحد. ملحد يعني إيه؟ لا يؤمن بإله، أو على حسب بعض الحالات إن لا أدري فيه يؤمن بالإله كلا يؤمن بالرسل. في النهاية الاثنين ملحد كافر، الاثنين مرتد. نعم، فدي تفاصيل مش ما تعنينيش ده في تفاصيل لما أتكلم عن الإلحاد كظاهرة. نعم، عن الإلحاد كأقسام، عن الإلحاد، هل الإلحاد موجود في إلحاد ولا موضة ناس بتقولها؟ ايوه موضة. دي حاجة ما يخصنيش. أيوة اتكلم عن الجزء ده، السؤال ده ما يخصنيش فيها، ما يخصنيش ده موضة، ده مش موضع الدراسة. نعم، انما السؤال الواضح ملحد. ملحد معناه غير مؤمن بالله. بدينا لك كان مسلم والحد ثم امن، حكمه ايه في اللي فات؟ ملحد. لو مات على ذلك للقي الله كافرا مرتدا. عند ربنا الله ليه احكام الدنيا عندي ايه؟ نعم، احكامه في الاسلام ده، انما عند ربنا طلع ما كانش ملحد، ده بتاعت ربنا مش بتاعتي سبحانه وتعالى يعني.